السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا المتابعين الكرام، في هذا الخبر العاجل وكما أورده الأخ والصديق علي باريش في قناته الخاصة، بتسريبات صوتية تؤكد على أن هناك حالة انشقاق داخل صفوف مرتزقة البوليزاريو. ثلاث عناصر على الأقل قاموا بسرقة أحد سيارات ديال هؤلاء المرتزقة والهروب نحو وجهة مجهولة، والآن هناك حالة استنفار في صفوف يعني قيادة المرتزقة الذين يبحثون عن هؤلاء العناصر الذين فروا. يذكر متابعينا الكرام على أن هذه الحادثة ديال الانشقاق تأتي بعد تقريبا واحد أسبوعين أو ثلاث أسابيع من حالة انشقاق أخرى كانت بنفس السيناريو. أربعة عناصر حاولوا يعني سرقة سيارة، يعني قاموا بسرقة سيارة تابعة للمرتزقة وحاولوا الفرار من المخيمات نحو موريتانيا، حاولوا الانشقاق والهروب، لكن كان هناك احتكاك بينهم وبين الجيش الفقروري، الجيش ديال نظام الكبرانات، هذا الجيش الذي قام باعتقال هؤلاء العناصر الأربعة من مرتزقة البوليزاريو، وكنا قد ذكرناهم في فيديو سابق بالأسماء ديالهم، وتم اقتيادهم نحو وجهة مجهولة، والآن في الأغلب قد يعني قام الجيش ديال الكبرانات بالتصفية ديالهم أو الاغتيال ديالهم أو القتل ديالهم. الآن بعد كما قلت بعد ثلاث أو أسبوعين تقريبا من هذه الحادثة، تأتي هذه الحادثة اللي وقعت اليوم أو يوم أمس، ديال ثلاث عناصر قاموا بالانشقاق والنجاح في الهروب. هذه المرة قاموا بتجاوز الجيش الفقروري ونجحوا في الهروب، والغالب الظن على أنهم ذهبوا لموريتانيا لأنهم لن يستطيعوا الدخول للمنطقة العازلة والذهاب مباشرة إلى الحزام الأمني كما كانوا يفعلون سابقا. لأنه لو تتذكرون متابعينا الكرام، خصوصا في 2019 حوالي 14 أو 15 عنصر من مرتزقة البوليزاريو من بينهم قياديين قاموا بتسليم أنفسهم للقوات المسلحة الملكية على المستوى الحزام الأمني، كانوا ينشقون من مخيمات تندوف، يعني يقومون بنفس السيناريو، يسرقون سيارات للمرتزقة ويذهبون مباشرة إلى الحزام الأمني ويسلمون أنفسهم. وكنا قد شفنا بعض الصور ديال هذه الحالة ديال الانشقاقات، من بينها صور ديال هويات ديال القياديين فهذا التنظيم الإرهابي قاموا بالانشقاق وتسليم أنفسهم. من بعد 2019 جاءت كورونا، كورونا قامت بتشديد الخناق على مخيمة تندوف. طبيعة الحال نظام الكبرانات استغل هذا الظرفية ليشدد الخناق ويطوق مخيمات الدلول العار في تندوف، بل حتى أن عناصر مرتزقة البوليزاريو كانوا يجدون صعوبة في يعني الانشقاق والهروب. جاءت بعدها عملية ديال القرقرات، بدأت قيادة مرتزقة البوليزاريو تدفعهم نحو المنطقة العازلة، وبدأت عمليات التبندير، عمليات التبندير التي أصابت مرتزقة البوليزاريو بضربة من الرعب، يعني أصابت صفوفهم بالانهيار في المعنويات، بالانهيار في يعني تلك الحماس اللي كانوا يحشدون في واحد الفترة ديال القرقرات، وقالوا سوف يدخلون الحرب وما إلى ذلك، ولكن ما واجهوه في المنطقة العازلة من رعب، من رد مدمر جداً، يعني أصابهم بهذا النوع من الإحباط، هذا النوع من انهيار المعنويات، هذا النوع من الرعب الذي أصبح فيهم، والقيادة ديال مرتزقة البوليزاريو تدفعهم نحو الانتحار، نحو الهلاك، نحو التبندير. فبالأكيد أن هؤلاء العناصر الآن ما يفكرون فيه هو الهروب والانشقاق والنفاد بجلدهم قبل أن يتم الدفع بهم مجددا نحو المنطقة العازلة، نحو الانتحار. والأكيد كما قلنا متابعينا الكرام على أن قيادة مرتزقة البوليزاريو لا تأبه لهؤلاء يعني العناصر، ولا للحياة ديالهم، ولا حتى للجرحى الذين تركوا في مخيمة تندوف يتسولون العلاج، ويعني تبرأت منه قيادة مرتزقة البوليزاريو. فبالأكيد حينما يكون عنصر من هؤلاء المرتزقة يرى على أنه ما بين خيارين، يا إما أن يذهب للمنطقة العازلة ويتبندر يعني الهلاك يعني الإقبال، يا إما أنه يبقى في هاد المخيمات ديال الضلوع العار اللي ما فيهاش حتى أبسط مقومات العيش. فبالتالي هؤلاء العناصر بالأكيد سوف يفضلون الانشقاق والهروب إلى أي مكان، على الأقل ما يبقاوش في هاد يعني المخيمات ديال تندوف أو تحت رحمة قيادة مرتزقة البوليزاريو التي تلعب بهم بالانتحار والدفع بهم للمنطقة العازلة. فإذا المتابعين الكرام، الخلاصة الآن في أقل من شهر عندنا سبعة عناصر لمرتزقة البوليزاريو حاولوا الانشقاق، في أقل من شهر سبعة عناصر من مرتزقة البوليزاريو حاولوا الانشقاق، ثلاثة نجحوا في الانشقاق، أربعة احتكوا مع الجيش يعني الجزائري وفي غالب الظن قاموا بالتصفية ديالهم، وبالتالي هذه الحالات سوف تتزايد كما كنت أؤكد سابقا، هذه الحالات ديال الانشقاق سوف تتزايد،
لأن الوضعية المأساوية التي يعني وصل إليها يعني وصلت إليها مخيمات سندوف وحتى العناصر ديال المرتزقة هي وضعية كارثية جدا. فهم الآن سوف يفضلون بالتأكيد الانشقاق والهروب. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.